السلام عليكم ورحمة الله. مرة أخرى في قناة عبد سبور، مرحبا بكم داخل الوطن وخارج الوطن. فريد معطاوي. الآن موضوع فريد معطاوي هو على عدم رغبة رفض رياض محرز التحاق بالفريق الوطني، وتحليل دقيق عميق على ياسين إبراهيمي. راح تسمعوا المفاجآت مرة أخرى من هذا الصحفي اللي يعرف يحلل كثير وكثير، تحليلات دقيقة ودقيقة جدا بخصوص ياسين إبراهيمي وبخصوص رياض محرز. بخصوص ياسين إبراهيمي وجه كلام البلاطوات والناس اللي كانت تقول في وقت مضى في أيام جمال بالماضي جيبوا هذا اللاعب وهذا اللاعب كذا وكذا وكذا، بدون شك في القيمة تاع ياسين إبراهيمي. لكن هو تطرق بأمر آخر على ياسين إبراهيمي وقصف بعض البلاطوات اللي كانت شدت اللهجة باش يجي هذا اللاعب لهذا المنتخب الوطني، وطالبهم أمور أنه لازم تسألوه حتى وين يقول لكم علاش ما جاش في وقت جمال بالماضي. تابعوا معنا الفيديو خاوتنا الكرام. أخرى أن هناك أمور غير عادية حدثت مع اللاعب مؤخرا. والله شوف، أنا في هذه في بعض النقاط مثل ما قال ناصر، علينا أن نكون ابن اللحظة، يعني أبناء اللحظة. أنا تحدثت على إبراهيمي في وقت عندما كان الحديث على إبراهيمي يستحق أن نتوقف عند هذا اللاعب. اليوم تم استدعاء هذا اللاعب في القائمة المنشورة على وسائل الإعلام. أنا فقط دعوت وأدعو رجال الإعلام أن يقتربوا من إبراهيمي لنوضح الرؤية ولنسكت تلك الأفواه التي كانت تتحدث على ذلك الإشكال بين إبراهيمي وبالماضي في تلك الفترة. عليهم أن يقتربوا إلى إبراهيمي ويرغموه على الإدلاء بالتصريح. ما الذي كان يمنعك من الالتحاق بالمنتخب الوطني؟ حسب معلوماتي التي قلتها في السابق، قلت بأن الناخب الوطني السابق جلس إلى إبراهيمي في الدوحة القطرية وعرض عليه التواجد في القائمة الموسعة ثم في القائمة المستدعاة، والرجل اعتذر على تلبية الدعوة وقال بأنه يركز على فريقه ولديه بعض المشاغل الشخصية تمنعه من الالتحاق بالمنتخب الوطني. وكثالث نقطة قال بأنه يفتح المجال للاعبين الشباب لكي يقتحموا أبواب المنتخب الوطني. هذه الأسباب الثلاثة هي التي توقف عندها إبراهيمي لعدم تلبية يعني دعوة المنتخب الوطني. اليوم إذا عاد إبراهيمي فالأمر علينا كإعلاميين أن نقترب من هذا اللاعب وأن لا نخوض في القراءات الهامشية سواء السلبية منها أو الغير منطقية. عندما نقترب من إبراهيمي ونطرح عليه هذه الأسئلة سوف نتحصل على الحقيقة دون إشاعة ودون المساس بذلك التعليق حول هذه المسألة أو تلك بصورة سلبية. فقط هذا ماذا فيما يخص إبراهيمي. فيما يخص راكم سمعتوا معنا خاوتنا، دوكا حيزيد يتكلم على محرز وعدم التحاقه بالفريق الوطني. هنا نطلبوا من البلاطوات ومن الصحافة اللي هتتقرب من ياسين إبراهيمي، مش تروح ليه بالميكروفون وتقول له إبراهيمي بيان فيني ونالجيغي وعاود توليد. لا، لازم قال لك إرغامه على قول الحقيقة، لأنه في وقت مضى قال لك جمال بالماضي ما وجهلوش الاستدعاء دعوة باش يجي الفريق الوطني. هنا فريد معطاوي راهو يرمي لابال عند الصحفيين باش يروحوا لهذا اللاعب، والسؤال الأول هو لماذا لم تأتي في حقبة جمال بالماضي لما استدعاك الكاس العالم إن شاء الله الكاس إفريقيا باش تجي للتربصات وانت رفضت؟ لأنه جمال بالماضي في ندمة صحفية ما كان قال بالحرف الواحد أنه روحوا سألوا ياسين إبراهيمي هو يجاوبكم علاش ما جاش للفريق الوطني. وهنا يدل انه جمال بالماضي كان وجه الاستدعاء لياسين إبراهيمي، هو اللي ما حبش يجي الفريق الوطني، والسبب واحد ما على بالو به، اللي على بالو به هو جمال بالماضي وياسين إبراهيمي وفقط. وان شاء الله الصحافه اللي تكون عندها شجاعه كبيره. هذا هو السؤال الاول لما يهبط في المطار، هذا هو السؤال الاول اللي يوجهوه لياسين إبراهيمي باش كل حاجة نحطوها في مكانها، زيدوا تابعوا معنا الآن واش تكلم على محرز وعدم
رفضوا لتربص هذا تاع مارس. تابعوا معنا الفيديو خاوتنا الكرام. أنا أقول بالنسبة أيضا للذين كانوا يفتحون على النار على هذا اللاعب على مدار سنوات ووصف باللاعب العادي. عندما كان محرز في قمة القمم مع ليستر كان يوصف باللاعب العادي. خاوتنا الكرام للأمانة شوفوا الفيديو اللي درته نهار القائمة، نهار اللي محرز رفض حطيت الفيديو قلت لهم هذه البارح قلت لهم لماذا راكم تعيطوا على محرز وتديروا في الهول في الهول هذا؟ محرز يا اخي كنت تقولوا لاعب عادي والان ولا لاعب مليح وما جاش فريق الوطني علاش كتعوتوا عليه؟ خليه يكون لاعب عادي وزيدوا سمعوا معنا فريد معطاوي باش تكلم فريد على لاعب عادي خوتنا الكرام. وعندما انتقل الى احسن نادي على الارض اللي هو السيتي قيل لنا بانه لا يلعب وهو حبيس الدكه، وثم انتقل الانتقاد الى المنتخب الوطني وصار غائب في السنوات الأخيرة. عندما غيب في هذه القائمة يعني صارت هذه الهيلولة حول محرز. ماذا تريدون في نهاية المطاف؟ لقد تم إبعاد لاعب لم تكن يعني الآراء راضية على أداء هذا اللاعب. عندما يستبعد أقول بأنه منطقي ما دمتم تقولون على بأن محرز لاعب لا يستحق الدعوة وفق المستويات التي كان يقدمها في على الأقل في الموسم الأخير مع المنتخب الوطني. إذا لنكن موضوعيين، إما أن هذا محرز يستحق الدعوة وهو لاعب غير عادي واليوم نقيم هذه الهيلولة حول هذا اللاعب، إما أن هذا اللاعب لا يستحق الدعوة وهو كان يستدعى بالمحبات من بالماضي وما إلى ذلك. اليوم لم نجد محرز في هذه القائمة. من المفروض أن يصمت الجميع، وعندما يعلقون يقولون لك هذه القائمة كانت جد منطقية بإبعاد محرز لأنه ليس لاعب يستحق مكان في المنتخب الوطني وفق المستويات التي يقدمها ولا الشارة التي كان يحملها. لذلك أنا ضد أن نتناقض مع أنفسنا من حصة إلى حصة ولا نعود إلى الفار. على كل الذي يتحدث في الحصص أن يضع الفار في بيته ويكون مستقيم في تصريحاته. عندما يقول رأيه في هذا اللاعب وفي هذا الأداء وفي هذا المنتخب عليه أن يحافظ على نفس الناج في الكلام وفي التصريح وفي التحليل وفي الأداء التحليلي في البلاطوهات. لذلك عودة مرة أخرى إلى هذه القائمة أقول لك بالنسبة لتغيير بعض الأسماء أنا أرى أن الدرس درس حليش في المستقبل في الماضي القريب. حليش عندما استغنينا عليه ناصر تتذكر مقابلة توديعية في ملعب 5 جويلية كانت بمستوى ما قدمه حليش للمنتخب الوطني على مدار سنوات. هذه دورة ودية، التربص القادم سوف يكون في مباريات رسمية جد وهامة في تصفيات المؤهلة للمونديال. يعني هي أنسب لحظة لتوديع ما يجب توديعه في المنتخب الوطني ولنعطي هذا الأسلوب الحضاري في التعامل مع اللاعبين الذين قدموا الكثير لهذا المنتخب، ونفتح باب الأمل للشباب كي يرون بأن المنتخب الوطني الجزائري والفيدرالية تتمتع بتقاليد حضارية إيجابية تتعامل بها مع اللاعبين الذين يعني مارسوا الاستدعاءات لبوا الاستدعاء للمنتخب الوطني على مدار مواسم وسنوات وحققوا أكون سمعت معنا فريد معطاوي يتكلم على كل شيء على رياض محرز لما قالوا ما كنت تقول لاعب عادي علاش دوك كوزع فانيكي ما جاش خليك لاعب عادي وفقط. وزاد كما قلنا على ياسين إبراهيم رانا تكلمنا وزاد عطاهم مثل برفيق حليش لما خرج من الباب الواسع في مباراة هنا كانت ودية في 5 جويلية كيفاش حملوه اللاعبين وبقاو يرموا فيه في السماء خرجوه من باب الواسع قال لهم أو كاين زوج مناسبات علاش ما درتوش ما استغليتوش هذه الفرصة وجبتوا هاد اللاعبين الكبار وخرجتوهم من الباب الواسع باش هاد الاتحادية قال عندها سما كما يقول لك العمل ديالها احترافي، العمل تعمل بشغل بروفيسيونال، تعمل باحترافية، تجيب اللاعبين الكبار هادو تتفاهم معاهم تقول لهم فوالا سي بون راكو عطيتو واش عطيتو للجزائر راح نخرجوكم من الباب الواسع في هاد المباراتين اللي راهم جايين تاع بوليفيا وتاع جنوب افريقيا وتاع اندورا، هذوم 3 مباريات نخرجوكم من الباب الواسع باش تكون احترافيه في العمل في الجزائر
هذا واش مدلهم اليوم فريد معطاوي، لانه عبينا ولا كان انا رفيق عليش مقبيك تنشوف لا فيديو تاعو لما خرجوه اللاعبين والجمهور الجزائري كله في 5 جويلية خرجوه من الباب الواسع. حبينا هكذا اللي جوار ديالنا يخرجوا، وحتى المدربين لازم يخرجوهم من الباب الواسع. خاوتنا الكرام، ما نستخسروش بالمدربين اللي جابوا لنا نجمة ثانية بعد نجمة عبد الحميد كرماني رحمه الله. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، شاركوا معنا في قناة عبد السبور، فعلوا الجرس. ليلة سعيدة، صحة لكم سنة. الذي قدم كل شيء مجسم بالمجسم يحتفل بهذه الطريقة رفقة الأنصار، رد فعل من الأنصار. لا أنسى نصمت لتتكلم السور. قبل سنة من الآن المنتخب الوطني عاد بتعادل مثير من غامبيا، سنة بالتحديد سنة